قد لا يكون الحديث عن العشوائيات السكنية وغياب التخطيط الحضري بالأمر الجديد والمستغرب في بلد كاليمن، لكن المستغرب حقا أن تجد في مدينة حديثة كالمكلا أحياء سكنية قائمة دون بنى تحتية ومدارس ووحدات صحية أو حتى مساجد ومقابر، ليس لشحة الإمكانات بل لغياب المساحة والمواقع المخصصة لمثل هذا في مدينة تشكل حاضرة أكبر محافظات البلاد من حيث المساحة. وما قد يبدو للمتابع تناقضا عجيبا وهو بالفعل كذلك، ما هو هنا إلا ثمرة التلاعب بالمخططات وسوء التخطيط العمراني وانعكاس لفساد متراكم منذ سنوات في هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة. في بعض مواقع في بعض مناطق داخل مديرية مدينة المكلا لم تخطط بعد، هذه مشكلة أخرى قائمة، لم تخطط بعد. معنى هذا الكلام إيش؟ يعني بعد أقل من سنة لن نجد مدرسة، لن نجد شارع، لن نجد روضة لأطفالنا، لن نجد وحدة صحية، لن نجد مستشفى. بنلاحظ خرسانة في كل مكان. هذه صرخة يجب أن نسمعها، نسمعها للكل، انقذ المكلا من هذا الفساد الجاري لحد الآن. صرخة الاستغاثة هذه وجدت صداها لدى المحافظ البحسني الذي أمر بتوقيف 11 من موظفي العقار عن ممارسة مهامهم ضمن تحركات تقوم بها السلطات منذ أشهر لإنقاذ المدينة من فساد وعبث ما يوصفون بسماسرة العقار، عبر تنفيذ حملات هدم للأبنية العشوائية وإزالة الاستحداثات التي تمت بالاعتداءات والبسط على أراضي الدولة والمصالح العامة والخاصة. هناك كثير من المخططات تعرضت لسطو من نافذين وألغيت فيها الكثير من الخدمات التي كانت موجودة كالمساجد، كالوحدات الصحية، كالأسواق العامة، وغيرها معنا. ولقيت هذه التحركات تأييدا وارتياحا واسعا في أوساط المواطنين الذين رأوا فيها توجها لمعالجة واحد من أكثر الملفات في المدينة تعقيدا وفسادا. بقدر ما أوجدت هذه الحملة من تفاعل وارتياح هو الأكبر بين المواطنين، إلا أنها أوجدت العديد من التساؤلات، أهمها إذا ما كانت ستطال الجميع بما فيهم كبار المتنفذين ومحاكمتهم على العبث الذي ارتكبوه بحق المدينة، أم أن الأمر فقط سيقتصر على من لا ظهر يحميه. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.